هاي، أنا إلي وبالفيديو تبع اليوم رح نحكي عن زيادة سعر البيتكوين كاش يلي كان تقريبا من 3 4 أيام 400 دولار واليوم وصل لل 1600 دولار، بينما سعر البيتكوين من 3 4 أيام كان تقريبا فوق ال 7000 دولار وهلا 6200 دولار. بس قبل ما نبلش نحكي عن زيادة سعر البيتكوين كاش بدي أفسر قبل ليش انعمل بيتكوين كاش. البيتكوين كاش انخلق ب1 من أغسطس من بعد بيتكوين فورك، وهدف هيدا الفورك كان تكبير البلوك سايز من 1 ميجا بايت ل 8 ميجا بايت. ومع تكبير هيدا البلوك سايز رح نحل مشكلتين. اول مشكلة هي انه الحواليت عم تاخد كتير وقت تتنبعت، وتاني مشكلة هي انه الرسوم يلي عم ندفعها على كل حوالي كتير عالية. ومثل ما فينا نشوف هون بهيدا الجراف، مع البيتكوين كاش الرسوم على الحواليت يلي عم ندفعها كتير واطية، بينما اللي عم نشوفه هون انه على البيتكوين بلوكشين الرسوم كتير عالية. لكن هيدا هو السبب الوحيد كرمال هيك انخلق فيه البيتكوين كاش. اذا بنرجع هون على كون ماركت كاب كرمال نشوف حالة الماركت، نشوف انه البيتكوين كاش مش بس اخذ من الماركت كاب تبع البيتكوين يلي كمان فينا نشوفها هون نزلت ل 51%، بينما هديك الجمعة كانت فوق ال 60%. بس كمان عم نشوف انه بالالت كوينز، يعني اكترية الكوينز التانيين كتير عم ينزلوا. عم نشوف مثلا مثل اوميز جو يلي طلع على 8 دولار رجع نزل، كيوتم وغيرهم كتير من الكوينات. يعني البيتكوين كاش عم بياخد الماركت كاب مش بس من البيتكوين بس كمان من الالت كوينز. اذا بنروح على هالصفحة بننزل شوي لتحت فينا نشوف انه الفوليوم تقريبا في 25% من الفوليوم جاي من كوريا. من 3 ايام انا رحت على هالصفحة وشفت انه 50% من الفوليوم جاي من كوريا. يعني اليوم نحن شبه اكيدين انه هيدا البامب يلي عم يجي للبيتكوين كاش جاي من كوريا وجاي من محل تاني كمان يلي هو الصين. بما انه اكاريت الماينرز تبع البيتكوين هنن بالصين عم ياخذوا البيتكوين تبولاتهم وعم بيشتروا فيهم بيتكوين كاش. بما انه هلا فهمنا ليش انخلق البيتكوين كاش ومن وين عم يجي الفوليوم، حابب اقارن شوي البيتكوين بالبيتكوين كاش. اول شيء البيتكوين اليوم عم بيستعمل باكثرية الريتيلرز، يعني العالم يلي اليوم بتقبض كريبتو كرنسي، مثلا اذا كانت مطاعم او كانت اي محلات اليوم بياخدوا بيتكوين. والبيتكوين كاش مش كتير رح تأثر عليهم. ليش؟ لانه نحنا ككونسيومرز لما بنروح على محل وبندفع بالبيتكوين، مش الشخص يلي عم بياخد البيتكوين منا هو بيدفع الضريبة على حوالي، بينما هو نحن، يعني انا اذا بدي اروح اشتري شغله انا اللي عم بدفع هيدي الرسوم على حوالي. يعني هو بدي يقول ليش انا بدي اروح احط البيتكوين كاش وبلش اقبض بيتكوين كاش طالما انا على الحالتين ما عم بدفع ضريبه على هالحوالي. شغله ثانيه بالبيتكوين كتير مهمه، اليوم البيتكوين هي باب الدخول على اي كريبتو كرنسي. يعني لما واحد بده يشتري اي التكوين، ان كان ايثيريوم او ان كان غير شيء، بلكي مش ايثيريوم بس ان كان غير اي كريبتو كرنسي، ان كان نيو وميزجو، اليوم نحن مجبورين نشتري بيتكوين كرمال نروح نقدر نرجع نشتري هدول غير الالتكوينز. وتكسير البيتكوين كاش تجي وتحل محل البيتكوين هاي بدها كثير وقت، يعني ضروري كل الاكسشينجز يبلشوا يبيعوا البيتكوين كاش بفيات كرنسي ان كان دولار او يورو. وتالت شغله كمان اليوم عم بتصير وعم نشوفها هو انه في شرك عم تنخلق بتعمل ديبت كارد يلي هي فيزا مثل تينكس. مثلا تينكس عم بتجرب تحل مشكلة انه اليوم بالبيتكوين اذا بدنا نروح ومثلا نشتري قهوة، مش معقول نضلنا بالقهوة 10 دقايق كرمال ننطر انه الترانزاكشن تبعيتنا تنعمل لها فاليديشن. بقى كرمال هيك تينكس عم تقول فيكم تاخذوا هالبيتكوين يلي عندكم اياهم بتحطوهم بحساب عندي على الكارت تبع تينكس وبصيروا تدفعوا بالكارت تينكس. وتينكس هي فيزا كارد، يعني اي محل اليوم بيقبل فيزا رح يقبل التينكس كارد. بقى كمان تينكس عم بتساعد بالادوبشن تبع البيتكوين، وبكره رح تصير اصعب لبيتكوين كاش انه هي تروح وتقول للعالم انه فيكم تروحوا وتدفعوا بيتكوين كاش، لانه كمان اليوم في كتير من الريتيلرز بس عم ياخذوا بيتكوين وما عم ياخذوا بيتكوين كاش. وهتا نفترض انه البيتكوين كاش هو رح يصير البيمنت سيستم، يعني السيستم يلي رح نقدر ندفع فيه. اليوم على السوق في كتير كريبتو كرنسي مثل لايت كوين مثل فيرت كوين. اول شيء الحوالات بيروحوا اسرع من البيتكوين كاش، الرسوم يلي بندفعهم على الحوالات اقل من بيتكوين كاش. بقى ليه ما بناخد هدول الكرنسي، هدول الكريبتو مثل لايت كوين او فيرت كوين وبنستعملهم للبيمنت اليوم؟ كانوا هيك اليوم البيتكوين كاش يعني تيقدر يحل محل البيتكوين هذا الشيء مش سهل ابدا. هون نحن بس عم نحكي من وجهة نظر
تبع الكاستمرز، يعني نحن العالم يلي عم تستعمل بيتكوين او البيتكوين كاش. بس ما لازم تنسوا انه البيتكوين ما انخلق من سنه، البيتكوين تقريبا انخلق من 9 سنين، وفي عالم صار لهم 9 سنين عم يشتغلوا يعني على البرمجه تبع البيتكوين، وهن عملوا من هيدا النتورك شيء كتير امن. وما فينا ننسى هدول 9 سنين ونقول انه في كريبتو كارنسي اللي هي انخلقت من 3 شهور من اول اوغست اسمها بيتكوين كاش رح تجي وتحل محل البيتكوين. شغلة تاني، اليوم البنوك يلي عم تفوت بالكريبتو كارنسي عم تفوت بالبيتكوين، وكرمال هن ياخدوا هيدا القرار يعني بيكونوا اكيدين انه هاي الكريبتو كارنسي الانفسترز تبولاتهم كلياتهم بدهم يحطوا مصرياتهم فيها. وول ستريت، الميديا، اليوم الاعلان كلياتهم عم بيكتبوا عن البيتكوين، ما حدا عم بيكتب عن البيتكوين كاش. وكرمال نقدر نغير يلي عم بيصير اليوم من بيتكوين للبيتكوين كاش، هاي بدها وقت كتير، معقولة تجي بعد كم سنة او بركي 5 او 10 سنين، بس انا ما بفتكر انه اليوم البيتكوين كاش بيقدر يروح ويحتل محل البيتكوين ويصير الماركت كاب تبعيته اكبر من البيتكوين. شغلة تالتة، اليوم البيتكوين كرمال حل مشكلة الترانساكشن اللي عم ياخدوا كتير وقت والرسوم العالية اللي نحنا عم ندفعها على كل الحوالي، حطوا شيء اسمه سجوت. للعالم يلي حابين يعرفوا سجوت شو بيعمل اكثر بالتفاصيل، رح احط لينك للفيديو تبعي تحت بالديسكربشن. سجوت بتخلينا نعمل كذا شغله، مش بس بتسرع الحوالات او بتنزل من سعر الرسوم يلي بندفعهم على كل حواله، بس سجوت عم تخلينا نحط اوبشنز وصل جديده على البيتكوين بروتوكول. مثلا رح نقدر نعمل شيء اسمه اتوميك سواب، يعني دغري من البيتكوين نقدر نروح على غير اي عمله. شكله تانية، رح نقدر نعمل شيء اسمه لايتنينج نتورك، يعني الحوالي بتروح بالميلي سكندز وما بندفع عليها شيء كرسوم. هدول كل القصص اليوم بعد ما نحطه على البيتكوين كاش، والعالم المبرمجين تبع البيتكوين والعالم تبع اللايتنينج نتورك عم بيشتغلوا عليهم. بقى هدول لما ينزلوا على البيتكوين بروتوكول، على البيتكوين بلوك تشين، هدول كمان رح يكون عندهم أهمية كتير كبيرة بالنسبة للبيتكوين كاش. في شغلة كمان بدي أخبركم إياها، البيتكوين كاش بكرة عندهم هارد فورك، وللعالم يلي عم يشتروا البيتكوين كاش ومفكرين انه رح يطلع لهم كوين جديد من بعد الهارد فورك، هيدا الشيء مش صحيح، لانه البيتكوين الفورك تبع البيتكوين كاش هو تيعمل ادجستمنت للديفيكولتي، للمايننج ديفيكولتي. ليش؟ لانه اليوم الماينرز عم بيحطوا الهاشينج باور تبعهم على البيتكوين، لما يحسوا انه سعر البيتكوين نزل و اتس مور بروفيتبل، يعني بيربحوا اكثر اذا حطوا المايننج باور تبعيتهم على البيتكوين كاش عم يروحوا على البيتكوين كاش. بس لما سعر البيتكوين يرجع يطلع هن عم يرجع يروحوا على البيتكوين، والبيتكوين كاش عم يشوف حاله بهاشينج باور عم تجي وتروح من عنده بشكل كتير سريع، وكرمال هيك بصير المايننج اصعب لانه في كتير هاشينج باور اجا. بقى هن كرمال يعملوا ريجوليشن وكرمال يظبطوا هيدي الديفيكولتي، هن بكره عم يعملوا فورك، هيدي رح تساعدهم اكيد بانه الماينر يلي عم بيروحوا لعندهم يضلوا عندهم، بس هي مش رح تعطي للعالم يلي عندها بيتكوين كاش كون جديد. اخر شغلة للعالم اللي كانت عم تسألني اذا انا رح اعمل انفستمنت بالبيتكوين كاش او فت بالبيتكوين كاش، انا ما حطيت مصاري بالبيتكوين كاش لانه انا بالنسبة لي انفستمنت خطير، بينما انا فيني اشوف غير انفستمنت مثلا مثل مونيرو. اليوم عم يعلى مونيرو انفستمنت ريسكي بالنسبة لي اقل، مثلا اذا بدكم تحطوا بالاثيريوم مصاري كمان ريسكي اقل، بينما البيتكوين كاش حقه طلع من 400 ل 1600 بظرف 3 ايام، وهيدا الشيء بخوفني ولازم يخوف اي واحد حابب يفوت بالبيتكوين كاش اذا هو اليوم بعد ما اشترى بيتكوين كاش. هيدا كان كل شيء لليوم، بليز خبروني انتو شو عم تعملوا، هل اشتريتوا البيتكوين كاش؟ هل انتو بتفكروا انه البيتكوين كاش معقول يحل محل البيتكوين؟ وليش؟ بليز اكتبوا لي اياهم كلهم تحت بالكومنت. ثانك يو.